طيب أنا بس عشان يعني أختم معك هذا الموضوع بذكرك أنه إحنا في البطولة المحلية في الدوري في الأهم بالنسبة لجمهور الاتحاد اليوم انتهى كأس العالم للأندية، أنت تتحدث عن حامل اللقب، أنت تتكلم عن فريق يعني مهما قيل للاتحاديين من مبررات إلا أنهم ينظرون إلى فريقهم أنه حامل اللقب وينتظرون منه في قادم الأيام أن يعوضهم على أخفاق حضور التمارين والمؤازرة. مش بقول لك حضور مباريات، اليوم أحد يتمنى أحد يحضر مباريات، هذول حاضرين تمرين مسوين أهازيج تتوافق مع الفيفا بس عشان صوتهم يظل مسموع في المدرج، وخلنا نقول الإحساس الاتحادي ما يغيب عن الملعب. والله احنا نتكلم عن حامل اللقب اللي فقد كل مكتسباته، نتكلم عن منافسه رياضيه سعوديه في الدوري السعودي ارتفع مستواها بشكل عالي جدا، وانت لا زلت بطل الدوري حق العام اللي كان مستواه اقل من نص مستوى هذا الدوري. تتكلم على حضور الجمهور، على فكره هذا اول مره يحضر الجمهور من سنوات جدا طويله، يعني انت تتكلم عن في مكونات نادي الاتحاد انه الجمهور دائما قريب من الفريق وكان دائما يحضر التمارين، ترى اكثر من 7-8 سنين ما حضر، يعني مو هذا الانجاز الكبير انك تفتح لهم المدرجات. صرح طبعا احد المسؤولين عن جمهور نادي الاتحاد، حاربنا بشكل كبير جدا ان نحضر التمرين ونظهر بهذه الصوره ونكون قريبين من اللاعبين في مباراه اللي قبل اوكلاند. انت تتكلم عن فريق حاليا دخل في 6 مناسبات مختلفة، خسر كل التحديات الموجودة، ولا زال عندك البطولة الآسيوية مشوار طويل وصعب، ولا زال عندك الكاس ممكن إذا استمرت بنفس هذه المستويات بعيد عنه، والحصول على بطولة واحدة مع هذه الإمكانيات الكبيرة والطموحات الكبيرة يعتبر فشل ذريع، ما يعتبر أنك تتكلم عن نادي يجب أن يعني تتكلم عن نادي دعم بشكل كبير، ولكن أديرة الصفقات وتكوين الفريق بشكل سيء جدا. يعني نتكلم على جوانب كثيرة جدا، المدافع انت ما عوضته الا اخر يوم في فترة تسجيل مدتها 3 شهور، انت لما بتجيب مدافع يعوض مدافع بتجيب مدافع عادي جدا لويس فيليبي عادي جدا، ومع ذلك اصيب وفقدناه، والصفقة اللي تكلف اكثر من 50-60 مليون كادش ظهر بمستوى جدا هزيل لا يليق لا بالمبلغ اللي دفع ولا يليق حتى بالمنظومة اللي يلعب لها. حجازي كان نقطة ضوء موجودة يعني، لكن ما كانت جاهزية ولا 50%. فيصل الغامدي هو الوحيد اللي ممكن تضرب له تحية سلام وتقول له شكرا على روحك الكبيرة. أي والله. لاعبين مثل كانتي، لاعب مثل فبينه يقدم كل شيء، ولكن فرق شاسع بينه وبين من حوله في المستويات. الخلل كبير، الشق أكبر من الرقعة. بداية الحل أن ترحل هذه الإدارة، نقول لها شكرا، هذا مبلغكم من العلم، هذه قدراتكم وحدود قدراتكم، لكن الدوري السعودي أصبح أكبر بكثير من إدارة فريق بطريقة لا تليق، أو بطريقة حواري، أو بطريقة هواية. إحنا تجاوزنا هذه المرحلة، أصبحت الأندية مليارات، أصبحت الأندية جزء من مؤسسات الدولة. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قادرة أنها تضخ الكفاءات في نادي الاتحاد، لأنه أصبح مشروع وطن، ما أصبح إدارة هواة.